السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي درتوا مع الدخول المدرسي والفياق بكري؟ ان شاء الله نتمنى اموركم تكون كلها دازت على خير. ان شاء الله اليوم غادي نتقاسم معكم وصفه ديال لي كاب كيك بالفرومبواز. نبداو على بركه الله بالمقادير. المقادير غنحتاجو الزبده، غنحتاجو منها 6 المعالق ديال الزبده. بالنسبه للزبده كنستعمل هذه ديال الجوده زوينه. عندنا هنايا 4 المعالق ديال الكريم فريش، هذه ليكيد كما كنقول لكم ديما كاين كتبقى احسن ماركه. عندنا واحد الفاني، كاس ديال سنيده، كاسونس ديال الدقيق، جوج بيضات، وعندنا هنا 100 غرام ديال الفرومبواز وخماره واحده. هنايا في اناء درنا 6 المعالق ديال الزبده، ونزيدو ليها كاس اللي قلنا سنيده، واحد الفانيا، ونخلط الكل مزيان بالطراب. تينسجم عندي الخليط كله مزيان. صافي نسجمو عندي العناصر مزيان، الزبده مع السكر والفاني. غنضيف دابا البيض، جوج بيضات نضيفهم، وعاوتاني نخلط مزيان، تينسجمو العناصر كامله مزيان. دابا غادي نزيد الكريم فريش، 4 المعالق اللي قلنا ندير الكريم فريش، جوج ثلاثة ربعة، وغادي نخلط ثاني عاوتاني ونخلطو مزيان تينسجمو. دابا ديجا راه شعلت الفران باش يسخن ليا. صافي غادي نجي دابا ناخذ شي اناء اللي يكون عندي شويه غارق بحال هكذا، وغادي ندير فيه هاد الفرومبواز اللي عندنا. قلنا 100 غرام ديال الفرومبواز يكون مغسول مزيان ومنشف، وغادي نجي ناخذ واحد المعلقه ديال الدقيق. ندير ليه معلقه ديال الدقيق بحال هكذا، ونخلطو مزيان باش كلو دوك الحبات ديال الفرومبواز كلهم يدوزو بالدقيق. صافي ونخليه هنايا على جنب، ونجي نكمل هنايا الكاب كيك ديالي. ممكن لينا نعوضو داك الفرومبواز بالبلوبيري، باي فاكهه بغينا. المهم غنضيفو دابا الدقيق لي ديجا مغربل، وخماره حمراء كي قلت لكم. صافي وغادي نخلط عاوتاني الكل مزيان. انا ساليتهم، عمرتهم هنايا كاملين باش تبان مزيان. غادي ناخد دابا فرومبواز، حبيبات لي عندنا هاد الفرومبواز، وغادي نحطهم هكا غير من الفوق على هاد الشكل هكدا. صافي غادي نستمر في نفس العملية، ندير لي كاب كيك ديالي كاملين. بالنسبة إلا درنا البلوبيري مع تيكون الحجم ديالو صغير، راه نقدرو نديرو كتر، المهم على حساب الحجم ديال الفاكهة. الى درنا الفريز كذلك نقدروا نقطعوه مرصوات صغار، المهم حنا هكا باش يبقى لينا حبيبات هكذا صاينين باينين يجيو احسن. صافي انا كيف ما قلت لكم نعمرهم كلهم، قد هذه شويه. غادي نجي هنايا غادي ناخذ سنيده، سكر سنيده، ناخذ شي معلقه بحال هكذا، ونديرو غير من الفوق باش تجي كراميليزي من الفوق، كتجي زوينه. صافي غادي نستمر هكا. كي قلت لكم ديجا الفران راني سخنتو على درجه 175 180، غادي ندخل هاد لي كاب كيك ونخليهم تيطيبو ونعاودو نتلاقاو.
وكان هذا هو لي كاب كيك ديالنا اليوم بالفرامبواز. كنتمنى انكم تجربوهم، كيجيو لذاذ بزاف ومذاق هائل، ما تشبعوش منهم. صافي هنايا غادي نقول لكم البنات بسلامه، وما تنساوش انكم تنضموا للقناه وتديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. ونتمنى انكم تجربوا لي غوسيت اللي كنحط لكم وتقولوا لي رايي ديالكم. يلا بسلامه، خليت لكم راحه البال.